طيب من يتحمل خسارة منتخبنا الوطني النهاردة؟ هاشتاج كريم مثابت مع الشاطر ابعتولنا واحنا هنقرأ او هنحاول نقرأ كل ما لحضراتكم بعتينه، وقولولنا من هو الذي يتحمل، هل هو المدير الفني، هل الجهاز الفني بالكامل، هل اللاعبين، زي ما حضراتكم عايزين. من يتحمل يا كريم؟ كيروش طبعا وفينجادا. اشمعنى؟ كيروش وفينجادا. يعني والله حتى النهارده انا قاعد بفكر فينجادا من ساعه ما جه يعني في المنصب بتاعه كمدير فني للاتحاد، وهو طبعا فينجادا بيفتخر ان هو اللي جاب كيروش. خلي بالك في تسريبات وانت بتتكلم، في تسريبات كده بقى لها نص ساعه بتطلع، يعني ان لو فضلت الاداء كده بهذا الشكل في الامم الافريقيه هيجي مدرب مصري بعد نهايه الكاس الاول. ده صحيح، واعتقد كمان في مجلس اداره جديد، وهم كانوا قالوا ان احنا هنحاسب فينجادا وهنحاسب كيروش بشكل قوي خلال الفتره الجايه، ان احنا مش عاجبنا النظام. فانا شايف ان احنا المنظومه نفسها كانت بتشتغل غلط. طبعا اسم كيروش زي ما قلنا هنا كتير اسم كبير في اوروبا، ولكن مش من كلاس اي. هو مش كلاس اي، كيروش في اوروبا مش مدرب كلاس اي، هو كلاس بي. راجل اشتغل مساعد مع فيرجسون، وحتى تجربته مع ريال مدريد كانت تجربه فاشله تماما بسبب عقليته اللي ما كانتش مناسبه لعقليه ريال مدريد. وهو حتى نفسه قبل شخصيه ان هو لما حتى اترقى لمدير فني وافق انه يرجع بعديها يبقى مساعد لأليكس فيرجسون لما عرض عليه انه يرجع الجهاز تاني. طيب ايه مشكله فعلا كيروش معانا؟ فاهم مشكله كيروش يا كابتن اسلام؟ ما بيذاكرش. كيروش قاعد ما بيشتغلش، بكل امان الراجل فعلا ما بيشتغلش خالص. واضح جدا ان كل فكره عن التخطيط لمباراه منتخب مصر هو انا هحط اللعيب فين وهلعب بتكتيك ايه بس. ادي كل هو بيعمله جمل، مفيش وقفه مدافعين في الملعب، مفيش. انا النهارده جايب معايا، انا اسف والله في يعني في الكوتيشن اللي هقوله ده، انا معايا صوره فضيحه لينا فنيه في المباراه. صوره فضيحه فعلا. تخيل منتخب مصر اللي هو فيه صفوه لاعبي الكره في مصر، واحنا في نص ملعب المهاجم، المساحات ما بين اللعيبه شوارع شوارع، مفيش اوبشنز تمرير. يعني انا مش فاهم ازاي فعلا منتخب، يعني مش عايز احمل طبعا اللعيبه خالص اي مسؤوليه، انا محمل كيروش انه وصل المنتخب ووصل الفرقه لهذا الشكل المزري دفاعيا وهجوميا وكل شيء. كل شيء بصراحه النهارده كان سيء، وكمان هو الراجل حتى اتنرفز على المشجع اللي انتقد، وانا اتاكدت ان المشجع ما وجهلوش اي سباب وما اتكلموش في اي شيء خارج، هو تقريبا قال له اوت كيروش، يعني قال له ما معناته امشي يعني. فالراجل بينتقدك فتحمل النقد. للناس النهارده رايحين مسافرين بطياره لمده 6 ساعات وراجعين في نفس اليوم وحرق الدم، وانت كمان مش مستحمل ان انت تسمع انتقاد ليك. فبصراحه كل حاجه كانت سيئه وكل حاجه غلط، وانا شايف كمان ان الغلط بادئ الامانه من عند فينجادا واصل لغايه ما وصلنا لغايه كيروش، اللي انا في وجهه نظري بكل امانه هقولها بكل امانه وبلغه الكوره، كيروش يا جماعه دي اخر محطه تدريبيه، هو اعترف ان دي اخر محطه تدريبيه له. الراجل بصراحه بيفنش حياته بان هو بياكل عيش معانا.